أقرت الحكومة الكويتية الأربعاء استمرار تعطيل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات والمدارس الحكومية والخاصة غدا الخميس بسبب حالة عدم الاستقرار في الطقس. وشهدت الكويت هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الطقس خلال يوم الخميس. وكان مجلس الأمن الكويتي أعلن عددا من التوصيات بعد الأمطار التي وصلت حد السيول في البلاد، بينها التعويض العاجل والعادل من الحكومة لجميع المتضررين من الكارثة الطبيعية وما رافقها من غرق ودمار للممتلكات الخاصة. كما أمرت المسؤولين بوضع خارطة لمناطق السيول وتجمعات المياه الموسمية، وضرورة إنشاء هيئة لإدارة الأزمات والكوارث في الكويت. ومن جانبه قال مراقب أشغالة الطرق بالعاصمة الكويت محمد العجمي إنه تم استخدام السواتر الترابية لتغيير مسار السيول ومنع تجمعات المياه في مناطق محافظة الجهراء. وأوضح العجمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن منطقة الجهراء تقع في أرض منخفضة، ما قد يتسبب بتجمع مياه الأمطار التي تنزل عليها من المناطق المرتفعة التي تحيط بها، مبينا أنه تم استخدام المعدات والجرافات لتغيير مسار السيول إلى المناطق البرية، فيما خصصت بلدية الكويت 1100 سيارة وآلية إضافة إلى 6000 عامل لمختلف المحافظات للتعامل مع تقلبات الطقس وما يصاحبها، فيما وفرت عددا من الجرافات والآليات وتناكر سحب المياه على جميع المحافظات تحسبا لأي طارئ. وصرح المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي بالكويت طلال الخالد الصباح الأربعاء بأن جميع عملية القطاع النفطي تسير بصورة طبيعية دون أي انقطاع، وأوضح أن حالة الطوارئ لدى القطاع النفطي مستمرة لمواجهة أي تحديات ناتجة عن هطول الأمطار التي تشهدها البلاد. كما أفاد بأن القطاع النفطي قام بتزويد وزارة الأشغال العامة بعدد من المضخات للسيطرة على تجمع مياه الأمطار وتوفير الطاقم الفني لتشغيل المضخات، كما تم توفير مضخة لوزارة الكهرباء والماء.